إذن هذا المعطى الأول، جزء من عملية إصلاحية كبيرة غلافها المالي 45 مليار ديال الدرهم. في هذا 45 مليار درهم 70% الدولة الحكومة و 30% جزء منها ستمول عبر الزيادات، وجزء منها سيمول عبر ترشيد النفقات وتحسين الحكمة ديال المكتب. هاد 45 مليار ديال الدرهم ستمكننا ليس فقط من ضمان استمرارية تزويد الأسر المغربية والمؤسسات الصناعية بالكهرباء اللي هو مادة حيوية، إذا ضمان استمرارية ديال التزويد، بل سيمكننا أيضا وهذا هدف ثاني من مواصلة الاستثمارات ديال المكسب. وجزء أساسي في استثمارات المكسب ما يتعلق ب تمكين أزيد من 100,000 أسرة مغربية من خدمة الكهرباء، وهذا في البرنامج ديال 2014-2017، بمعنى هو برنامج لضمان استمرارية التزويد بالكهرباء زائد برنامج لضمان تعميم الكهرباء والماء الصالح للشرب. النقطة الثالثة في هذا العقد البرنامج، وهي أيضا بالنسبة لنا أساسية، تهم عدم المس بالقدرة الشرائية للفئات الفقيرة، والتي قدرت في إطار العقد البرنامج ب 4.1 مليون أسرة انطلاقا من حاجيات الاستهلاك اللي سي الوفا كيسميها دائما، كيقول لك ثلاجة وتيقول لك تلفزيون وتيقول لك خمسة ديال البولات، بمعنى عدم المس بالقدرة الشرائية. النقطة الرابعة والأخيرة في هذا الموضوع ديال الإصلاح في العقد البرنامج كتتعلق ب واحد الشيء اللي هو مهم، وهو شنو السبب، ما هو السبب علاش وصلنا لهذه الوضعية. السبب الرئيسي وهو أن التكاليف ديال الإنتاج أصبحت أعلى بكثير من التكاليف ديال الاستهلاك، والتكاليف ديال الإنتاج واحد منها اللي هو مثلا الفحم راه تزاد في هذه الفترة السابقة بأزيد من 260 مرة. إذا المواد المستعملة في الإنتاج، تكاليف ديال الإنتاج ارتفعت، دخلنا في مشاريع استثمارية، ولكن في نفس الوقت بقات الكلفة ديال الاستهلاك نفسها، وهذا أدى إلى ارتفاع المديونية ديال المكتب، لأن هذا الأمر كان خصو شحال هذه تراجع، على الأقل هذه واحد 6 سنوات 2008. وهذا عدم التوازن بين تكاليف الإنتاج مع التكاليف ديال التوزيع والاستهلاك ليش أدى إلى أن المكسب المديونية ديالو وصلت لأزيد من 51 مليار درهم بلا تكاليف المرتبطة بالتقاعد والتغطية الاجتماعية اللي تجاوزت واحد 17 مليار ديال الدرهم، بمعنى حوالي 70 مليار ديال الدرهم كانت مديونية. وهذه المديونية أدت إلى أن الاستثمارات الدولية مع الصندوق بدأت كتوقف، مع المكسب الوطني الكهرباء والماء الصالح بدأت تتوقف. ولهذا أحد النتائج الأولى لتوقيع هذا العقد البرنامج هو اتفاقية ديال بناء المحطتين الحرارياتين الأسفي بالغلاف ديال 23 مليار ديال الدرهم. أحد المكونات ديال هذا الاستثمار الضخم 900 مليون درهم ديال من اليابان زائد كوريا الجنوبية زائد فرنسا، بمعنى أن توقيع الدولة العقد البرنامج مع المكتب الوطني الكهرباء عزز الثقة في مصداقية استثمارات المكتب وقدرته على التمويل، وهذا الأمر أدى وهذا شيء مهم إلى جلب استثمارات أجنبية كبيرة ستمكن من تأمين 25% من الحاجيات ديال الكهربائية في الأفق السنوات المقبلة. إذن هذا تطور 2017، هذا تطور جد مهم. والتطور الثاني أحد نتائج العقد البرنامج وهو دعم المقاولة الوطنية.